لدي كتاب الترغيب والترهيب، حذر منه بعض الشيوخ. هو الحافظ المنذري يعني يتساهل أحيانا في الحكم على الحديث بالصحة والحسن، وتساهل هذا قليل في الكتاب، الكتاب فيه خير كثير، فلو استطاع الإنسان أن يميز أو أن يأتي بالكتب التي تخصصت في بيان الحكم على الأحاديث كصحيح الجامع وضعيف الجامع، والشيخ الإمام النووي معذرة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كثير من الأحاديث الموجودة في الترغيب والترهيب يعني علق عليها لا سيما في المجلد الأول. فيمكن أن نرجع إلى كلام الشيخ الألباني في كتاب الترغيب والترهيب، ولا بأس أن تقتنيه، والله تعالى أعلى وأعلم.